كل سنة وكل أم طيبة في اليوم الخاص لكل ست قوية وحنينة بتسوي العالم. في ملايين من الأمهات حوالين العالم، لكن دايما كل أم هي في الآخر أم من نوع خاص، ليها قصة مختلفة عن غيرها حتى لو كانت ظروفها بتشبه غيرها. كل أم مهما كانت قصتها فهي عارفة ومجربة إن الأمومة مش سهلة تماما. النهارده في عيد الأم حابين نسمع قصص لثلاثة من الأمهات قطعوا مشوار صعب جدا، يمكن يكون مش شبه أمهات كتير، خاصة لو مش هي اليوم ده. برحب بضيوفي التلاتة، الأستاذة موسى والأستاذة ماجدة وكمان الأستاذة أمال، اللي بجد منوريني في تلفزيون يوم السابع. عايزة أقول لكم التلات ستات دول ستات جدع جدا 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 زي الأب، وحقيقي هم المعنى الحقيقي للدهر والسنة. خليني أقول لهم كل سنة كل أم فيكم طيبة. كنت طيبة يا حبيبتي، كنت سوا طيب. شكرا ليكم، يعني أنا الحقيقة يعني متشرفة بوجودي معاكم النهاردة بجد، ويعني عايزاكم كده في البداية تحكوا القصص بتاعتكم، لأن مهما أنا حكيتها مش هيكون زي ما أنتوا هتقولوها لي. خليني أبتدي مع الأستاذة أمال، احكي لي القصة كده من البداية. تعبتي مع أولاد أختك وأخوك الصغير؟ أسعد أن ربيتهم عادي. أنا عارفة أنك ربيتيهم، بس كان عمرك قد إيه لما ابتديتي تربيهم وتربي أخوك الأول الصغير، صح؟ آه، يعني كان قصة ابتدت إزاي؟ 25 سنة. 25 سنة؟ أو يعني آه خمسة، لا 24 كده يعني. كان أحمد أخوي الصغير، وبعدي كان لما عم أختي اتجوزت وجابت عم، فرق بينه وبين أحمد 9 سنين، فخدت بقى حملت تاني وجابت ولد تاني في نفس يعني بينه وبين بعض سنة، فخدت عمرو عشان خاطر مش هتعرف تربي الاتنين مع بعض، وخدت عمرو اتربى مع أحمد. وبعد كده ايه اللي حصل؟ وبعد كده هو كبروا معايا ربيتهم، واختي التانية اتجوزت وجابت 3 اولاد، وبعدين ما حصلش نصيب وانفصلت عن جوزها، وبقى معها 3 اولاد انا خدتهم وربيتهم برضه. يعني كنت بتربي كم حد فعليا؟ فعليا 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 ربيت عمرو وربيت احمد هذا اخويا وعمرو و سيدنا محمد معلش بس. والثلاثة التانيين؟ الثلاثة التانية فاطمة فاطمة وعلا وزين. فاطمة وعلا ما شاء الله. قعدتي يعني خدتيهم في سن صغير؟ عمري واخداه سنة، في عنده سنة وشهرين. ده كان أكبر حد؟ عمرو وأحمد. لا احمد كان عنده 7 سنين. 7 سنين. احمد كان بيساعدك ولا كنت بتقومي بالدور كل لوحدك؟ لا انا كل حاجه. انا كل حاجه، انا ام وكل حاجه، بطبخ وبغسل وبمسح وربي وكل حاجه. ورغم ان حضرتك ما اتجوزتيش؟ لا انا اتجوزت وما حصلش نصيب، يعني ما قعدتش كتير. يعني انا هكمل الموضوع ده، بس خليني اسال استاذه نوسة، احكي لي قصتك. أنا قصتي عرفت كفاح. كانت الأول صراع مع مرض جوزي، يعني صراع مع رحلة المرض دي كانت طويلة، بتاعت 7 سنين 9 سنين. هو بيعاني من المرض، كان مرض الكبد، فيروس كبدي، فما خليتش طبعا مستشفيات من أسوان جبتها الأقصر لقينا القاهرة هنا مستشفى الحسين القصر العيني، ما خليتش يعني صف الهرم، كان شغال اوله سمكره ودوكو سيارات. فلما بيجي يمرض شويه بشويه الحركه بقت تقل معاه في الورشه، وما قدرش. اولادي صغيرين، 4 اولاد في السن، لسه اللي في الحضانه واللي في المدرسه واللي في ابتدائي، كلهم كانوا في ابتدائي لسه ما راحوش اعدادي. انا كنت هتوقف يعني في الحاله دي ازاي انا؟ لا انا ما اوقفش، انا زي ما هو كان بيعمل انا اعمل. فكانت انا عندي اصلا خلفيه، بعد كده لقيت نفسي فيها. فهو مع رحله المرض بدا شويه شويه بالتاخير، كل يوم متاخر كل يوم متاخر. لقيت نفسي بدات جيت في الورشه.
جيت الحته اللي كان على كتافه هو شاط حط عليا انا. بعد كده بعد 9 سنين ابوه متوفى. ايه اصعب حاجه اتحطيتي فيها لما زوجك توفى الله يرحمه؟ يعني اصعب فكرتي فيها. حاجه فكرت فيها لقيت الدنيا كده حواليا بقيت حاسه وحده والحمل تقيل عليا. اروح فين اجي من فين؟ طب انا ما معيش مصدر رزق غير الورشه. رابع يوم لوفاه جوزي فتحت ورشتي. مع اني دي صعب في الصعيد. الست الصعيديه جوزها يتوفى تحتكف جوه الشقه او جوه البيت 4 شهور و10 ايام ما تطلعش من البيت. فانا اقتحمت الدنيا دي وسبت الدنيا دي كلها وتحديت مش عارفه ايه حرام مش عارف. انا هراعي الحرام وراعي الحلال واسيب اولادي انا في ال4 شهور و10 ايام دول اولادي هياكلوا ايه؟ مين هيديني؟ 4 ايام بالظبط كانوا الستات قاعدين في الواجب محصل جوزي. معلش يا عماتي معلش يا خالاتي كل واحده تروح بيتها كده تمام خلاص عشان انا بكره معي شغل. ورحت اقتحمت العادات والتقاليد دي وتحديت الصعب ورجعت. رابع يوم زوجي متوفي طلعت وقفت في ورشتي قلت لي اول مره امسك مسدس الرش او يعني كنت شغاله معاه بصنفر بمعجن بعمل كل حاجه بصل العربيه بطول العربيه. مسدس الرش ده ملوش كانوا يمسكوني خالص كان يخاف على عيبات الناس. اول مره يوم رابع وفاه جوزي دي والله العظيم طلعت عربيه هي العربيه تحت بلحمي بس والله طلعت عربيه تحفه يمكن ما طلعت عربيه بعدي بالصلاه على النبي يعني بفضل روحي اللي كانت معايا. الحمد لله والدنيا ماشيه والدنيا زي الفل والورشه شغاله وقت ناس الدنيا زي الفل وعيال اتعلموا وبنتي بجهز في واحد اتجوز في شهر 6. الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. طب قولوا لي انا اقول لها ايه؟ طيب اقول لها ايه باللي هي بتحكي لي؟ يا قلبي جميل فظيعه مش انا بقول لك جميل جميله جدا جدا يعني لو ما حدش معاها في اللقاء ده هي فات صراحه. حبيبه قلبي ربنا يخليك يا رب. كلكم كويسين كلكم رحله كفاح كلكم كويسين طبعا وانا احتز بيكم والله. كل واحد رحله كفاح بشكل مختلف والله كل واحد بشكل مختلف. اسالك سؤال قدرتي تلملمي حزنك بسرعه؟ لملمت حزني وبروحي جوايا لملمت حزني وبروحي بس صورتي في البرواز حساها في البيت معايا. ساعه بفتح الورشه بفتح الورشه بقول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب اعطني الرزق الله يرحمك يا حسن. يعني صراحه هو لما مات حسيت الدنيا كلها اتسودت في وشي بس طب الدنيا هتسودت في وشي وهغمض عيني عن ولادي؟ لا ما ينفعش. انا ست قويه. بس كان صعب عليكي دورين اب وام وعادات وتقاليد في الاقصر. عادات وتقاليد واب وام انا من جوايا يعني حتى لو جوايا في انا واحده ست بس جوايا بخبي الست بزر الراجل اللي جوايا. بص كل حته في قلبي بتحضن عيل في عيالي. ربنا يخليهم. الحمد لله يعني ربيت وعرفت اربي الحمد لله. استاذه امان بحييكي والله من كلكي يعني بجد انتوا جمال جدا حبيبتي ربنا. خليني اروح لاستاذه مجد. كنتي ام لأول مرة إمتى؟ أول مرة في سنة 81. 81 ربنا رزقني بحبيبي نعمة ربنا عليا وفضل ربنا عليا واللي بيه إن شاء الله أدخل الجنة وأتمتع في نعمتي كمان يا رب. ربنا اختارني إن يكون عندي نعمة هو محمد. بس قصتك كانت مختلفة. محمد بعد سنة من عمره هو عمره سنة كان في تطعيم انتشار الأطفال. فيشاء القدر اليوم اللي أنا أروح أطعمه فيه يكون المصل طالع فاسد من معهد الأمصال على مستوى الجمهورية. كل اللي اتطعموا في نفس اليوم اتصابوا بتشل. بعدها قرينة الرئيس مبارك طلعت تنشيط لحملة شلل الأطفال بعد الموضوع. طبعا هم لما محمد أنا طعمته وروحنا البيت روحنا البيت قعدت طبعا بوضب الغدا. محمد كان بيمشي هو عنده 9 شهور لقيته بدأ يحبي على الأرض ومش بيحبي ده بيحبي ورجل مدلدلة ورا خالص. كنا في اليوم ده يوم 4 ما انساهوش.
والده جه من الشغل اتغدى، وهو بيتغدى قال لي هو ماله؟ قلت له مش عارف. ساعات ما طعمته كده طبعا خدنا طلعنا نجري على دكاترة، طبعا ما حدش قال لنا. خدنا الأربع والخميس والجمعة، جينا بيه معهد شلل الأطفال يوم السبت. كنا رايحين معهد شلل الأطفال من الأربع للسبت 13 بروشيت الدكتور، وما حدش عارف يقول لنا حاجة. كان لحد ما وصل معهد شلل الأطفال كان يعتبر ما فيهوش حاجة بتتحرك. طبعا قعدت بيه 3 شهور في المعهد، الحمد لله طلعنا بيتنفس وبيرضع. بعد كده بدأت الحياة بقى، بدأت رحلة الكفاح، علاج طبيعي، علاج طبيعي والدنيا مش الأمر مش سهل، علاج طبيعي وتشيلي بقى والدكتور يقول لك لا اعمليه بكياس رمل وشيليه، يعني حاجات كده هما بيقولوها وانت بتعملي في العمر ده. في العمر ده انا لسه ما كملتش 20 سنه، وابوه يعني مش اكبر مني بكتير، ابوه 22 سنه في الوقت ده، واحنا الاثنين نعتبر لسه يعني كده حاجه تفرحنا لانها جرالها كده. وبعدين يعني بتفكري في اللي جاي ايه بعد كده، فاللي جاي مش ليكي له. بعد كده دخلنا مرحلة العمليات الجراحية. حبيب قلبي الله يشفيه ويعافيه يا رب ويبارك لي فيه، يا رب. حوالي 16 عملية في العظام، كل عملية لا تقل عن 4 شهور في الجبس. ده غير طبعا مرارة وغير زايدة وغير غير عمليات التانية، هي 4 عمليات تانيين، يعني حوالي حبيبي حوالي 20 عملية. 20 عملية؟ اه يعني 16 عمليات عظام و4 عمليات من التانية اللي هي، فطبعا بالنسبة له شيء مش سهل عليه طبعا، وطبعا ولا على الأم. حضرتك يعني قدرتي تحتوي نفسك وتحتوي زوج حضرتك وتحتوي ابنك ازاي؟ يعني عارفه هقول لك حاجه، هو ربنا مديني، هي مش قوه، هو انا ايه بستمسك بحبل الله المجيد شويه. كنت دايما اقول لحتى زمايلي في الشغل، انا اقول لهم انا عامله زي البيت الجميل، الجميل من بره بس من جوه ربنا لوحده اعلم بيه اركانه محدده. نفسيا تعبانة بس ما ظهرش ده لحد. طبعا ابوه برضه من النوع الطيب قوي اللي دمعته، يعني محمد دلوقتي عنده 39 سنة لحد دلوقتي ابوه يعني عارف عايز يعمل له كده، عايز يعمل ايديه كده، ما يجي يتحرك عايز يعمل ايديه كده، وخايف عليه في كل حركة. والحمد لله ابوه سعى وصرف عليه وانا بقيت محتوياه، لدرجة ان انا كنت معاه في المدرسة وفي الكلية، انا اللي في الكلية كنت اروح اجيب الكتب واجي اعمل الابحاث واروح اسلم الكتب، لان الكلية برضه في طنطا ومش هيقدر يسافر بقى كل يوم. الحمد لله والشكر لله، وجوزته الحمد لله، وربنا رضاني بعياله وبيه، وهو نعمة ربنا عليا هو وعياله. يعني انا مش عارفة اقول لك ايه، الحمد لله. بس انت وعدتيني قبل اللقاء ان احنا هنضحك. اه حنضحك كده بقى. كده ينفع كده؟ مش وعدتني قبل اللقاء ان احنا هنضحك؟ لا ليه؟ قعدت طول اللقاء يا قبل اللقاء تقعد تقول لي حاجات بتضحك، قلت لها اضحكي على صدقيني يا حبيبتي والله كل ده ما فيهوش عياط، انا مبسوطه جدا. وبعدين هو جابني النهارده قعدت معاكم اتشرفت بيكم. ده انا اللي اتشرفت والله، والله العظيم. يعني الحمد لله صدقيني انا بمشي كل يعني الاقي شباب وبنات زيكم زي الفل كده، هاتي ايدك يا ماما، هاتي ايدك يا طنط، اقول له احمدك واشكر فضلك جدا ما خليتهوش هو يسند ايدي، عملت كل ولاد الناس ولاد. اقول لك على حاجه بقى سر كده. اه كلنا دايما لما بنكبر، اه والله العظيم ما اعرفش ازاي، بس دايما الام هي اللي بتخاف على اولادها. اه احنا نكبر احنا اللي نخاف عليكم جدا. أوه. والله العظيم نخاف تنزلوا الشارع تليفونكم مقفول، عارفه دايما لما يلاقيني تعبانه ها فيك ايه اقول له لا ده انا كويسه،
ناويه تموتي، انا لموت الاول. اقول له بعد الشر عليك يا حبيبي، بعد الشر عليك، ربنا يخليك لاولادك. حضرتك جميلة والله العظيم، ربنا ربنا يبارك. وهو جميل وابوه جميل واخته جميلة صراحة، أسرة أسرة الحمد لله ما شاء الله. هم سندوني، هم كلهم سندوني. إذا كنت أنا تعبت أو نفسيتي اتأثرت من الداخل، ما اتأثرتش من الخارج. الحمد لله أنا بمشي في وسط الناس وبضحك ومش ومطوعة نفسي كمان، مش عشان محمد. اي حد بيحتاج اي حاجة مني بسعى فيها لوجه الله. انا يعني واتمنى وانا ماشية اي حد يقول لي اعملي لي كذا او اسعي لي في كذا، بكون مبسوطة وسعيدة، سعيدة جدا جدا، مش عشان ابني بس، عشان انا بحب العطاء. ولو وما فيش امكانيات ان انا اعطي، بس انا بحاول اساعد على قد ما اقدر. طب خليني اسالك، يعني امتى كان اكتر مره قعدتي فيها في البيت وكان معاكي بقى اطفال كتير واولاد وبنات كتير؟ بصي يا حبيبتي، احنا يعني يعتبر البيت اللي انا قاعده فيه ان هو بيت بابايا. تمام. فبعد يعني طول فتره الدراسه كل الشباب ايه عند مامتهم كده. اللي كان قاعد معايا عمرو واحمد وبطه وعلا وزين. اوكي. بس في الاجازه، تيجي اجازه نص السنه بقى او الاجازه الكبيره كله يفضل قاعد معايا. كانوا بيسيبوا مامتهم وباباهم بقى، مش بيفضل قاعدين معايا خلاص لما يجوا عند حضرتك. هو ده بقى هي اللي قالت كانوا بيسيبوكم. فكله بيبقى السر. ايه السر؟ طيب عرفيني عشان اجي انا كمان. يا حبيبتي نوري يا قلبي. قلبي نور يا حبيبتي. طيب خليني برضو اسال حضرتك، اكيد كان في موقف صعب اتحطيتي فيه، ممكن يكون ما كانش سهل التعامل فيه ولكن حضرتك عدتي. كان ايه اكتر موقف صعب اتحطيتي فيه مع اي حد او معهم كلهم؟ لان هم 13. مش قادره اسال السؤال بجد. لا يعني مش بفتكرش، يعني ما كانش في حاجه صعبه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله. ما شاء الله والله، يعني قولوا ما شاء الله، كل اللي بيتفرج عليه يقول ما شاء الله. الصراحه ما شاء الله. طيب ما شاء الله، عشان مربيه هاديه طلعت الوحده دي. لا هو مش عشان كده، عشان ربنا عالم بيها فهادلها الولاد. صح ما شاء الله، ربنا عالم بيها فهديهم. هديها الولاد بعدين، هي هاديه لازم الولاد المربيه قاعدين زيها اصلا. لا متخيلين ان هم كانوا بيسيبوا مامتهم وباباهم ويروحوا لها هي عشان هي حنين، عشان هي حنين. وما زال دلوقتي انا قاعده في البيت معايا عيال اخواتي كلهم ساكنين في البيت، ساكنينهم مع بعض في البيت، واحفادي بقى. لا ما اكيد كده بقى، يا اما الطبخ وحش يا اما مش مسليين في البيت، طالما هربانين لحد دلوقتي. لا والله في سر ورا الموضوع. في سر ورا الموضوع. لا هي هي الصدر حنين، الصدر حنين طبعا. يعني انا اجي اعيش معاك. نوري نورين حبيبه قلبي. ربنا يخليك استاذه نوسة حبيبه قلبي. مفيش مره حسيتي انه شيله من كتر ما تقلت خلاص سيبي كل حاجة بقى مش مهم؟ ما اقدرش. ايه اللي بيخليكي متمسكة قوي كده؟ حب لولادي. حب لولادي خليه يتمسك لما اوصل لكل واحد مكانه. وانك شايفاهم بيكبروا قدامي وحلوين قدامي وهم هيحققوا امل ان شاء الله، هيتجوزوا صبيان والبنت كلهم كويسين. ما قلتيش في مرة لنفسك كفاية كده؟ انا محتاجه مساعده؟ لا ما اقدرش اقولها خالص، رغم ان انا بصي يكون العيل جاي وانا قاعده جنبيهم عطشان يما اسقيني، اروح انا اسقيه وما اقولوش قوم اسقي نفسك، لان هو طلب مني ما اقدرش اكسره ولا اكسر من نفسه. اما عامه البلد بتفاي نظره اني انا ست قويه اتعامل كراجل دونا عن ستات البلد. ستات البلد لا.
ده مضايقكيش يعني من جواكي؟ لا 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 انا بحبه جواي. ده انا بعتذر لما ما حدش يقول لي، اللي يقول لي يا اسطنوسه بقى استنى حبيبه قلبي بفتخر بيك. طب خليني اروح لاستاذه ماجده. علي خلال الرحله دي ايه كانت اكتر حاجه هونت عليك المشوار؟ عارفه اكتر حاجه هونت عليا المشوار ان انا بستمسك بربك وبلجأ له في كل حاجه ويعني ايه عارفه، وكل حاجه بقول انت القوي وهتقويني وانا الضعيف وانت السند لي طبعا ونعم بالله وكل حاجه. الحمد لله. لا هي رحله حياتي وانا سعيده بها جدا 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 جدا، ولو ربنا اداني عمري على عمري وقال لي كنت تطلبي ايه اقول له هي دي الحياه اللي انا كنت اطلب، ما كنتش اتمنى غير. استاذه نوسه، استاذه ماجده، واستاذه امال، حقيقه انا مبسوطه جدا 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 فوق ما تتخيل. احنا مبسوطين بيكي، احنا مبسوطين بيكي كمان والله. والله العظيم احنا مبسوطين بيكي. خليني اقول لكم ان انا مش حابه ان انا اللي اني بجد، لان مفيش كلام هقوله بعد قصصكم الملهمه والتجارب الخاصه جدا ليكم اقولها هتفيد. انا حابه ان انتوا اللي تختموا معايا وتقولوا ايه لكل ست في عيد الام السنه دي. لكل ام كل سنه وهي طيبه، وكل ام تعطي لاولادها الحب والحنان، ولكل ام لو زوجها موجود برضه تخليه من جانبها، من جانب ولادها، مش تدي ولادها وتسيب جوزها، لا جوزها هو البدايه. صحيح. ولكل ام تعي ربنا في اولادها وفي زوجها. شكرا ليكي جدا. اتفضلي يا استاذ مجد. كل سنه وكل ام طيبه. كل سنه وام وكل ام عندها حاله من الحالات الصعبه وصبر. كل سنه وكل ام احتسبت تعبها مع جوزها واولادها في عيشتها وهي صبره واحتسبته لله، وانت طيبه وربنا قال وبشر الصابرين ان شاء الله هيعوضك في الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله كل حاجه حلوه، بشرنا بالجنه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يعني الحمد لله والله هتشوفوا نعم كتيره، بس اصبروا. انا بحزن جدا والله لما بلاقي، وبقول للامهات الكبيره لما تجوزوا عيالكم مش كل شويه تتصل عليهم وتقول لهم عملتوا ايه وخلتوا ايه، سيبوهم يعيشوا حياتهم، قولوا لهم عيشوا، قولوا لهم ما تفرطوش في بيتكم، قولوا لهم ربوا ولادكم. ربنا بكل حمى على مرات ابنها يا رب. شايله من الموضوع ده. وحتى يعني ما انا حمى وعندي مرات ابني الله يشفيها ويعافيها ويبارك فيها يا رب ويخليها لاولادها. يا رب. حتى لو حصل حاجة برضو امتصوها صح. أنا قلت لها كلمة هي تمتصيني، أنا هي قالت لي كلمة أنا امتصها وخلاص، عشان الدنيا تمشي، عشان مسببهم ما ينامش متغلب. بشكرك جدا. أنا بشكرك جدا. أنا اللي بشكرك والله بشكرك جدا. خليني آخد كلمة أخيرة من الجميلة أستاذة أمال، توني لكل ست وكل أم في عيد الام السنه. كل امهات الدنيا كلها كل سنه هم طيبين وربنا يبارك فيهم ويخلي كل الحبايب يا رب ويبارك فيهم جميعا. شكرا لك. يعني خليني اقول لحضراتكم ولكل ست ولكل ام، كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت ملهمه ومبدعه حنينه وفوق راسنا، كل سنه وانتم طيبين. شكرا لكم متابعينا. شكرا لكم. كنت شايفه استاذ فصل طيب.